طب بصي انا هقول لك اللي بسمعه عن اليوجا وتقولي لنا المعلومات دي صح ولا غلط. بتقال اول حاجه ان اليوجا بتخسس، بيتقال ان هي بتشد الجسم، بيتقال ان هي بتساعد على تقويه الذاكره. ما اعرفش المواضيع دي صح ولا غلط مثلا. صحيح، دي احدى فوائد اليوجا. ليه هي بيقولوا عليه كده؟ اول حاجه هي ليه احنا كل ما بناخد نفس عميق داخل وطالع انا بزود الحرق، قاعد باخد في اكسجين وبطلع في ثاني اكسيد الكربون، قاعد باخد ده بيعمل ايه؟ السيركيليشن، اللي هو الدم قاعد والنفس قاعد والاكسجين قاعد يوصل للسيلز بتاعتي ويطلع الهواء، كل ده بينشط مع الوقت الميتابوليزم. اوكي، حتى في تمارين نفس لما بنقعد نعملها، لو قعدت تعملها 4-5 دقائق بنلاقي الجسم كله عرق. طبعا كنت ما انت قاعده. هي على فكره يعني دكتور ولا اقول لك ايه بقى؟ كوتش غاده هتورينا لايف على فكره دلوقتي، لو حد حابب ان هو يعني لما تبدا التمرينات يتمرن معانا دلوقتي وهو بيتفرج علينا. هي تمرينات وكويسه جدا واي حد ممكن يعملها في البيت وسهله ومش تاخد وقت، فدي برضو تعلمينا فيها ازاي ممكن نحقق ده على الارض. هقول لكم ده، بس محتاجه اشرح حاجتين. طبعا اول حاجه لازم اتكلم على الجهاز العصبي، ليه هي بترخي الاعصاب وبتحسن الدوره الدمويه وكل ده. اول حاجه ان احنا دايما لما بنبقى عصبيين النفس بيبقى قصير. لو مسكتوا نفسكم مره كده وخدتوا بالكم جسمكم اللي بيحصل في الجسم واحنا متعصبين، واحنا خصوصا في ستريس كتير قوي الايام دي او الفتره الحاليه، ورتم الحياه بقى سريع قوي، يعني بقى فيش وقت ان احنا نعمل الحكايه دي. فايه اللي بيحصل؟ ان بتبتدي ضربات القلب بتزيد من كتر ما احنا بنجري، المخ مش قادر يفرق احنا متعصبين ولا احنا اندر ستريس، في حاجه هتهجم علينا. فهو احنا ربنا خلق الهرمونات بتاعت الستريس علشان نستفيد منها في حاجه، ان احنا ناخد اكشن، نجري، نعمل اي حاجه. لكن اللي بيحصل ان احنا جسم مش مفرق، بس احنا دين ستريس، في افكار في دماغنا قاعده مخلينا ستريس قوي، فكل ده بيجي يرسل للمخ ان انا جهازي العصبي فيه حاجه. فبيبتدي يحصل، يبتدي القلب يضخ دم اكتر، يبقاش كده الضغط بيعلى مع الوقت لان عضله القلب بتقوى من كتر ما قاعده بتضخ دم عشان اخد اكشن، عشان اجري، فعشان الدم يوصل للعضلات، فيبتدي الهضم يقف شويه، مش وقت هضم، وقت يروح للعضلات بتاعتي. يبتدي السكر يبتدي يبقى اكتر في الدم، عشان كده من كتر الاسترس ممكن يجي لنا سكر. يبتدي كل جهاز بيحصل فيه بيبقى كانه لازم يتصرف لان في حاجه بتحصل في الجسم. تخيلي لو احنا فضلنا كده طول الوقت، يعني حتى في البريك من شغلنا او من حياتنا ممكن نبص في الموبايل فنبتدي نعرف اخبار تانية تخلينا ستريسد اكتر. فاللي بيحصل ان المخ مش بيفصل تماما، والجسم الاميونيتي سيستم او جهاز المناعه بتاعنا بيبتدي يضعف من كتر ما هو قاعد بيشتغل بيشتغل بيشتغل، مش قادر يحمل كم الستريس ده. فاللي احنا بنقوله ان احنا لازم نتعلم حاجات معينه ثابته نعملها خلال اليوم تخلي كل شويه بخش بالجهاز العصبي بتاعي لحاجه اسمها ريست اند ريجست، ان هو يريح كده، يعني كاني بعمل ريتشارج. عارف الكمبيوتر لما يقعد يشتغل مش لازم اعمل له اقفله وافتحه اعمل له ريتشارج، الجسم محتاج يعمل الريتشارج ده، يشحن هو كمان. فكتير قوي بنصحى من النوم الصبح حاسين جسمنا بيوجعنا، كاننا ما نمناش، كان الجسم ان احنا بيحصل واحنا نايمين ما بنخشش في الديب سليب، ما بنمشي بعمق خلاص. كنت ما المخ ساعات تحسي بتصحي الصبح تلاقي ايه ده انا قاعده بفكر وانا نايمه، فمن اللي احتاجين نعمله. ما تعرفش تنام من التفكير، في ناس بتوصل ما تعرفش تنام، في ناس بيجي لها من الاسترس اللي حضرتك بتتكلمي عنه الانكزايتي اللي هو الانكزايتي وبانيك اتاك، مش عارفه تاخد نفس. كل ده كل دي ترتبات على الجهاز العصبي، يعني الجهاز العصبي قاعد بيشتغل يشتغل يشتغل ومش بيروح لحاجه اسمها الريست اند دايجست. انا محتاجه اللي هو الجهاز الباراسمباثيك ده اللي هو المفروض اريلاكس فيه. وللاسف كل الناس لما نقول ايه العبوا رياضه بتقول العبوا رياضه تف قوي ويطلعوا قوي، فده بيشتغل اكتر على الجهاز العصبي انه كان الجسم برده تعبان. فهنا محتاجه انزل بالجسم، انزل بالجهاز العصبي، اريح عضلاتي واسترتش واتنفس، هنا بقى تخش اليوجا لازم. طب حلو قوي، بس برده